واجتهدوا يا أهل السنة. الآن الجو مهيأ لكم ودعوتكم مقبولة. اللعب بالكرة وهي رياضة الآن أصبحت يعني عالمية في كل الدول، ولها قوانين ولها ضوابط ولها ممارسات، وعظم أمرها عند الناس تعظيما فاق الحد، وكان لليهود يد في ذلك، لأن في بعض مخططات اليهود قالوا أشغلوا الشباب بالكرة والفن والموسيقى، أشغلوا الشباب بالكرة بالرياضة، وأصبح يعني كثير من الشباب في باب الكرة وتعلق قلبه بها لدرجة سيئة جدا، كم من صلاة ضيعت لأجل إما لعب الكرة أو مشاهدتها، كم من صلاة تضيع فريضة من فرائض الإسلام لأجل الكرة؟ أين العقول؟ ينادى للصلاة في المساجد، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويتسمر الشاب أمام الشاشة يشاهد الكرة حتى تنتهي الصلاة وهو جالس، أين عقله هذا؟ إذا كانت الكرة أصبحت مقدمة عنده ومشاهدتها على الصلاة. فأيضا في قضية لعب الكرة إذا كانت فيها مخالفات للشريعة ككشف العورة أو بعض العورة، أو مثلا يترتب عليها إغار الصدور، وخاصة في المنافسات التي تكون بين اللاعبين أو بين المشجعين، أحيانا تحصل طلاقات في البيوت بسبب الكرة، ويحصل فرقة ويحصل عداوات ويحصل على ماذا؟ فهذا كله من الأشياء التي هي إثر شغل اليهود الناس بمثل هذه الأشياء. أما كون الإنسان يلعب وخاصة الصغار ويسلي نفسه في حدود معينة وبعيدا عن المخالفات الشرعية، فهذا أمر مباح، أمر مباح. ومن الأمور التي حصلت يعني وهي من آثار التعلق، تعلق القلوب بالكرة والتشجيع، أصبح مفهوم الفوز عند كثير من الشباب عندما يقال فاز وخسر لا يرتبط في ذهنه إلا بالكرة، ولا يأتي في ذهنه ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز المبين، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذه المعاني من الفوز لا يعرج عليها ولا يقف عندها ولا يفكر في مضامينها ولا يتطلع لتحقيقها. الفوز عنده انصرف إلى هذا المعنى، انصرف إلى هذا المعنى. فالشاهد أن هذا كله من التجاوزات والتعديات والإسراف الذي وقع فيه كثير من الناس في هذا الباب. ولعب الكرة من حيث هو مباح وخاصة للصبيان والصغار ما لم يكن فيه مخالفة لشريعة الله جل وعلا. ولهذا يذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مر قبل صلاة المغرب على أولاد يلعبون، فوقف وهو عالم البلد، فوقف ينظر إليهم، وكان معه حلوى وقدمه لهم، فلما نودي للصلاة قال نمشي. كان كل وقوفه ليس رغبة في مشاهدة اللعب ولا وإنما وقوفه حتى يحببهم للصلاة ويرغبهم في الصلاة. ولهذا التلطف مع هؤلاء الذين يعني لصغره لجهله لا قد يأخذه اللعب، تأخذه الغفلة عن الصلاة، فإذا نوطف من أهل الخير بمثل هذه الملاطفة وبهذا الأسلوب الجميل الطيب، يعطى علبة عصير أو يعطى ماء باردا أو يعطى شيء من الحلوى ويقال له نمشي للصلاة، يقول سمعا وطاعة، يقول سمعا وطاعة. وهذا يسمى حسن التودد وحسن الملاطفة ولين الجانب حتى تكسب القلوب وترغب في الخير. وقد قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.